كون كنت لاباس عليا كون داروا لي القيمه، ولكن انا ماشي لاباس عليا، انا فقيره، كلا تعشيت ما نتغداش، انا ما يديروش لي حق وما يديروش لي قيمه. واش انا ولدي كيهددني بالموت وكنجي للمقاطعه ما تحميني، نجي للكوميساريه ما تحميني، درت شكايات عند وكيل الملك، كيجيو البوليس كيهزوه كيديوه كيدوه للسبيطار كيدقوا ليه برا وكيطلقوه. ما تيعطيناش احتقار، اي نهضروا غير عطوني ولا نقتلكم. هذه هي الهضره باش كيهضر معايا. المشكل ديالي ولدي انا مهدده بالموت، مهدده بالموت باي لحظه. ولدي مريض وكيستعمل الدواء وكيدير التخدير، وجيت لعند هاد الناس وما بغاوش يحميوني، حتى يقتلك وغنجي لعندك. انا ما عندي باش نحميك، كاتبين لي ورقه وحاطينها حدايا، قال لي ما عنديش الحق نمس المراد، انا عندي الحق نمس المجرمين اللي كيشفروا واللي كيذبحوا اللي كيديروا اي حاجه خايبه. قال لي ولدك ما عنديش الحق نمسو. قلت له شكون اللي عنده الحق يمسو؟ قال لي سيري عند القايد. جيت لعند القايد، القايد ما كاينش، القايد عامين وانا كندخل لهاد المقاطعه، عمر القايد ما شفت وجهه. اول مره واحد اللي اول مره اللي شفتو فيها جاتو شي حمله من الرباط، قالوا لي خاصك تحضر في العمالات عين السبع، وجا بسرعه هز وراقي ركب في الطوموبيل ديالو وزاد، ما كاينش مره. النائب ديالو كتب لي ثلاثه د البراوات، قال لي سيري قلبي على لابيلانس وقلبي على السبيطار فين تدي ولدك، حنا ما عندنا ما نديرو لك. واش انا ولدي كيهددني بالموت وكنجي للمقاطعه ما تحميني، نجي للكوميساريه ما تحميني، درت شكايات عند وكيل الملك، كيجيو البوليس كيهزوه كيديوه كيدوه للسبيطار كيدقوا ليه برا وكيطلقوه. هذا الشيء اللي كاين، يعني ما كاين حتى شي حق. واش ولدك فين تلقى اذى شي واحد في الدار؟ ما عمرو اذى شي واحد، حنا ما تنخلوش ليه الوقت باش يأذينا، حنا ديما تنخافوا منه وتنديروا منه الاحتياط، ولكن وصل دابا 3 شهور باش قطع الدواء. ما بقاش بغا ياكل ليا الدواء، كان تياكل دواء الراس وفي اي وقت كياكل فيه الدواء. دابا قطع الدواء، ملي قطع الدواء وصل لواحد الحاله خايبه، ما بقاش كيدير عنده الشعور ديال الام ولا ديال الخو ولا ديال الخت. راه هو البارح نشد ليا اختو قجا ليا طبيض عينيها، حتى ضربوا خوه باش طلق ليه يديه، بغا يقتل ليا اختو في الدار. قال لها اما تعطيني 20 درهم دابا نشري الكارو، اما نقتلك دابا. بدا المرضى وليدي من التخدير، راه ولد 15 عام اللي كيقرا في الشهاده. عطاو التخدير في القسم ديال المدرسه، فين عطاو التخدير في القسم بلاوه، وبقاو كيعطيو تخرجوا ليه على الدماغ ديالو. بقى كيقرا بقى تيقرا توصل للرابعه، ما نجحش فيها. صافي قلت لي ملي ما نجحش فيها درت ليه التكوين، دار التكوين ديال الصباط، قرا فيه عام خد ديبلون، كان بخير كان بخير. ملي رجع للتخدير رجع عاوتاني واحد اخر، صافي تيخلط التخدير الدواء ما تبعو حتى جينا لهذا المحل هنا، تجينا هنا 10 سنين عاد ولا يدير الدواء، 12 عام هذه باش كياكل الدواء، ولا عادي ما يمسني ما يقرب ليا، عاه هو بالحق خصو ضروري يكون عنده الفلوس باش يكمي، وإلا ما عندوش أنا في الخطر، هذه كاينة، ولكن إلا شد الفلوس راه ما يعطيني اتساع، ما يدوي معايا ما يتكلم معايا، والدواء ياكلو تيبقى مهدن، ما ينوض صداع في الزنقة ما يدير مشاكل، ولكن أنا الأم ديالو والخت ديالو ما تيعطيناش احتقار. اي نهضروا غير عطوني ولا نقتلكم. هذه هي الهضره باش كيهضر معانا. دابا هو ولدي زايد في 90، زايد في 90 اولدي. قريتي وقريتي وربيتي. ولدي خلى لي باه ولد عام وشهر، راه باه مات في 91 وخلى لي 5 د الاولاد، 3 د الاولاد وبني وجوج بنات، راه ربيتو ولدي ولد عام وشهر خلاه باه، وراه دابا كبر في العمر ديالو، ولكن خرج ليا من الجنب، ما خرج ليا وهو هذاك، خوتو كلهم على الصلاه والدين، ولكن هو خرج ليا من الجنب. لا راه مهدده، راه تنكون نعسه وتنخاف اللي يضربني ولا يقتلني، رانا عايشه في الخطر، ولكن ملي كنجي للدوله راه ما كتحمينيش، راه المخزن ما تيحمينيش، كيقول لي سيري تيقتلك وعاد نجي لعندك، وفين غنمشي؟ فين غنمشي انا؟ ملي ما حمانيش المخزن، شكون اللي غيحميني في هذه الدوله؟ قال لي سيري حتى يقتلك ونجي لعندك. واش كاين شي مخزن تيقول لك سير تنقتلك عاد نجي لعندك؟ راه ما كايناش في اي دوله، راه ماشي حنايا السعوديه اللي راه ما كاينش فيها التخدير، ولا راه حنا في المغرب، والمغرب راه كله تخدير،
راه كله تخضير، راه الحشيش راه في كتامه، راه في تاونات، راه كل المغرب حشيش. يكون بغا ولاد المغرب يتنقاو، هاد الحشيش ما يتنمدش في البلاد، ما يتزرع في البلاد، وما يكونش في البلاد اصلا. ولكن هما بغاو ولاد المغرب يكونوا مبليين، ويقتلوا باهم، ويقتلوا امهم، ويقتلوا اختو، ويقتلوا ولد جارتو، ويقتلوا بنت جارتو. هاد الشيء باغينه وباغينه وقابلين عليه. ما كانش اللي غيحميني. كون كان شي واحد لاباس عليه راه غيجي ويحميه، ولكن انا حيت فقيره ما باغينيش. جيبي خاوي. دخل ولدي للسبيطار دقوا ليه البرا وطلقوه، عمره ما نعس في الناموسيه. عاد دقوه في البرا وطلقوه. قال ديك البرا واقيلا كتزيد عليه كثر ما تيدق البرا، كيدير النقاتي، كيكول ثلاثه الاشكال د الفانيد. هادشي كله كيديرو وكيدير التخضير. وهادشي كله يا ربي عا باش يتكالما. شي حاجه الكبده ديالك واقيلا كتقطع. انا كنتقطع ولدي حيت هادشي ما تقبلتوش لولدي اصلا. انا ولدي ما بغيتوش يوصل لهاد الحاله، وانا ما بغيتش نوصل لهاد الحاله اللي وصلت ليها. على حقاش انا راه وليت مهدده، وليت انا ما كاينش نهار اللي ما نكونش مهدده فيه، تنكون جالسه وكنخاف على راسي، كنكون جالسه وكنتقفز على بوحدي لا يجيني على غفله ويضربني. واش انا فين غادي نمشي؟ فين غنمشي؟ ها هي الدوله ما حماتنيش، شكون اللي غيحميني في هاد البلاد؟ راه ما كاينش حق في هاد المغرب، راه المغرب ما كاينش فيه الحق. راه يكون كان الحق يكون راه داره ليا، ولكن ما كاينش الحق. تيقول لك سير تيقتلك. شحال واحد قتل مو، شحال واحد قتل اختو. راه بهذا الشيء تيجيو المقاطعة ما تتحميهم، كيمشيو للكوميسارية ما تيحميهم، كنوجه لهم الرسالة ما كيديروش الواجبات ديالهم. لا مقاطعة ولا كوميسارية ما كتحمينيش، أنا بالضبط ما كتحمينيش. لا كوميسارية ولا مقاطعة، كون كنت لاباس عليا كون داروا لي القيمة، ولكن أنا ماشي لاباس عليا، أنا فقيرة. كيلا تعشيت ما نتغداش، أنا ما يديروش لي حق وما يديروش لي قيمة. كيديروها الناس اللي عندهم القيمة وعندهم الفلوس. انا ما عنديش القيمه باش غيديروا لي الفلوس، انا حيت مسكينه ما باغيني حتى واحد. هادشي اللي كاين اولدي في هاد الدوله ديالنا وفي هاد المغرب ديالنا. ولكن سيدنا الله ينصرو عاطيهم الحق، ولكن هما ما خادمينش الحق اللي دايرين لهم سيدنا. كيتخلصوا بالشهريه ديالهم يديروها في جيوبهم، والشي اللي كيوصيهم عليهم سيدنا ما تيامروش به، ما كيديروش. كيديروا خدمتهم هما، ما كيديروش خدمه الملك والوسيط الملك اللي كيوصيهم وكيقول لهم خدموا مع الشعب وخدموا مع الفقراء، ما كيديروهاش. كيخدموا مع روسهم وكيخدموا مع الناس الكبار. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.